حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل الواحد يتغير علشانه. ازاي الانسان ممكن يعيش من غير حب؟ الحب ده طلع اهم حاجه في الحياه، ويا سلام لو كان حقيقي. بسيوني تحبني يا بسيوني؟ تحبني يا بسيوني؟ انا بحبك من قبل ما اعرفك اصلا. اصلا بس حبيتك اكتر لما اتغيرت يا انجي. انا عمري ما كنت اتخيل اني اغير حياتي، بس اتغيرت علشانك. اهلا بحضراتكم مره تانية، وتاني فقراتنا في عصر ابيض والفالنتاين. وزي ما انتم شايفين كده ديكور احمر وبلالين ودباديب وورود، وكله احمر فاحمر الحقيقه، وحاجه فعلا كده ايه زي ما نقول تفتح القلب. وده طبعا اكيد من صنع ايدين اتنين من مصممات الديكور اللي يمكن قلنا في عليهم في بدايه الحلقه، وهيكونوا منورينا النهارده في استوديو عصر ابيض. هم عائشه احمد وايمان الجهري. عائشه وإيمان أهلا بيكم منورينا، هابي فالنتاينز داي. ديكور حلو قوي قوي قوي، ويمكن كل ورود 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 ورود. يعني أنا الهدايا بحبهاش ورود، لكن ديكور ورود أو أنا أحبه يعني. لكن خليني أسألكم في البداية، أنتوا اتنين صحاب جدا من زمان، جامعة واحدة وتخرجتوا مع بعض، ابتديتوا الفكرة دي من إمتى؟ نبدأ بالمخ. بصي أنا شغالة من قبل عائشة بمدة، وكنت شغالة مع واحدة قريبتي، وبعدين ما كملناش مع بعض، فاشتغلت أنا كملت لوحدي. وكنت عايزة أقفل وكنت زهقانة جدا، فعائشة قالت لي لا مش هتقفلي وأنا هكمل معاكي. وجت من هنا بقى النقطة يعني. وابتديتوا بس انت كنت انت بتشتري بقى كل حاجه يعني، كل حاجه، افراح، اعياد ميلاد، اسبوع، اي حاجه ليها دعوه بالديكوريشن يعني. اوكي. طيب خليني اسالك عائشه، ايه اكتر التصميمات اللي انت فعلا بتحبيها يعني في اي ديكور يعني؟ بحب دايما اشتغل بالخشب الفينتج. بالنسبه لي ده اكتر حاجه بحس ان الشغل بتاعنا بيبان عليه. الورد لما بيتحط، اي حاجه بتتحط على الخشب بيبقى ليها شكل تاني. انا عايزه اقول لك الفريم اللي وراكوا ده انا عاجبني جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه، احنا قبل ما ندخل الفقره انا وساره هرينا نفسنا تصوير فيهم يعني. قعدنا نتصور. لا بس بجد حلو جدا يعني. طيب خليني اسالكم عن الوقت، الديكور ده اخذ منكم وقت قد ايه؟ بصي احنا عشان بنشتغل كل حاجه بايدينا يعني، احنا ساعات بندق الخشب بايدينا، ففي وقت ساعات بياخد مننا وقت اكتر يعني. ده واخد مننا تنفيذ اسبوعين. لان احنا في حاجات بنشتغلها بايدينا يعني، كل حاجه انت شايفاها احنا عاملينها بايدينا يعني من سكراتش. وفي لو حاجات جاهزه احنا ما بنملش ان احنا نشتري حاجه جاهزه. انا ممكن اروح اشتري حاجه جاهزه واحطها، بس ايه الفن في ده؟ هو الورد ده طبيعي ولا حاجات صناعي؟ بس طبيعي على صناعي. ده طبيعي. اللي على الترابيزه ده طبيعي. لكن اللي ورا ده كل انت عارفه ان شكله باين ان هو طبيعي. ما هي دي بقى الفكره، ان انت بتحاولي، واحنا اللي عاملين القرش ده يعني، احنا اللي جايبين ورده وحاطينها مع بعضها. وعلى فكره هو من فوق في حاجه طبيعي، الورد الابيض ده طبيعي. الورد الابيض الصغير ده اسمه ايه؟ الابيض الصغير ده جيبسن. جيبسن؟ لا مش جيبسن بورد، هو حاجه كده يعني. حاجه جيبسن، حاجه كده يعني. طب وقولوا لي انتوا ابتديتوا يعني مع بعض، يمكن كنا بنتكلم دون ذكر السن يعني، انتوا صغيرين جدا. لا يعني بجد انتوا صغيرين جدا. دايما بنشوف الويدنج بلانر دايما او اللي هم مصممين الديكور بيبقوا سنهم كبير. اوكي. يعني بيبقوا ناس كبار في السن وعندهم خبره. ايوه صح. فانتوا ازاي برضو قدرتوا وعاملين حاجات حلوه يعني، عاملين حاجات حلوه وشيك، وهو ده سهل الممتنع زي ما بنقول. فازاي بقى الموازنه الصعبه دي؟ بصي هي مالهاش علاقه بالسن اعتقد يعني، هي ليها علاقه بان انت بيبقى عندك ذوق في حاجات، بتعرفي تحطي الحاجه على بعضها، بتعرفي تركبي، ليكي نظره. طبعا انتوا مشهيصين البيت النهارده عندكم يعني. خالص بجد. لا طبعا باب النجار مخلع. طيب هو اسال عن ال الافكار يعني، هل بتدخلوا على الانترنت بتجيبوا افكار ولا انتوا من وحي خيالكم؟ لا في حاجات يعني، انا اجيب الفكره الاساسيه من على الانترنت وانا انفذها بطريقتي. لازم يبقى فيها، ما اقدرش اعمل كوبي ابدا من حاجه يعني. انا شفت حاجه خشب انا هقدر انفذها ازاي، ده بقى بالنسبه لي التشالنج، ان انا اقدر اغيرها. ان انا احط فكرتي مع فكرتها، مع تحطي التاتش بتاعك زي ما بالظبط. اوكي. واحنا دايما بنحب نحط التاتش بتاعنا قوي
يعني اقول لها ده مش ايمان، ده مش عائشه، تقولي خلاص ابعدي نشيله. اي انتوا ليكوا ستايل واحنا حابين نعمل لاين نمشي فيه. حتى في الويدنج انا حابه يبقى لما تخشي ويدنج تعرفي انه ايمان وعائشه هم ده اللي عملوه. ايه بتعملوا ايه في او احدث حاجات بقى في الويدنج في الافراح والخطوبه؟ الويدنج والافراح الناس عامه متعوده على فكره الجلامرس اللي هو حاجه النجف والحاجات الجولد قوي. انا حابه انه الويدنج لا، انا عايزه اقلب الحاجات الفانتج الودي اللي هو كانك داخله فرح في غابه، اللي هو خشب مع ورد خفيف من تحت. بس ده ينفع حتى لو معمول في قاعه؟ مش بنحاول ننفذه في القاعات، وده التشالنج اللي احنا شغالين عليه قريب، ان انت قاعه متقسمه انه ويدنج ترابيزات سنتر بيس في النص. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه احس ان انا دخلت مكان مختلف، كانك دخلتي جاردن بس انت جوه قاعه، بس انت اندور. طب خليني اقول لك يا عائشه، برضو احنا كل حاجه غالية، خلينا نبقى متفقين، الورود كمان غليت جدا. شايفه ان هو ده برضو هتبقى تكلفه على العريس والعروسه؟ انه متهيألي انتوا بتحاسبوا بقى بالورده ولا بتبقى؟ لا ما بتتحاسبش كده. هو احنا بصي، هو الورد غلي بس انت في انواع بسيطه جدا وبتتزرع هنا في مصر وموجوده عندنا وافيلبل عندنا. انتوا بتزرعوا ولا بتاخدوا؟ لا لا، انا قصدي دايما الورد لما بيبقى مزروع هنا بيبقى ارخص بكتير من الورد المستورد. فانت لما بتبقي مثلا بتستعملي ورده غاليه وتطعميها بورد رخيص، مش هتحسي، مش هتحسي بالتكلفه قوي بتاعت الورد. يعني فهماني؟ يعني لا، لما القرش كله يبقى معمول من ورد طبيعي وكله مستورد، غير لما اعمل قرش وادخل فيه ورود مصري يعني مزروعه هنا وبتدي في الديكوريشن بتدي شكل. يعني الورد الابيض الصغير، انتوا مستخدمين الكاندلز، الشموع طبعا. الشموع دي يا جماعه رهيبه طبعا، حلوه قوي. يعني في مكان بقول لكم عليه عامل خصم دلوقتي رهيب، يعني الشمعيه مش عارفه ب 30 جنيه ولا حاجه كده. بس كمان رحناه برضه، رحتوا ورا كده 30 جنيه عارفينها. ايه اللي بيميز كل مصمم ديكور عن التاني؟ ايه الذوق؟ يعني اعتقد الذوق اكتر. كل مصمم ديكور هتلاقي في حته هو ماشي فيها. لا يعني ايه اللي يخليني ادخل مثلا فرح او ادخل عيد ميلاد اقول لا دي عائشه ما بقول لك دايما بيبقى في يعني لاين كده هو ماشي فيه، ما دايما بيغيره بس بيغيرش فيه كتير. بصي انا فكرتي دايما اللي بتضايق منها من اي حد بيعمل فرح ان هو ما بيحاولش يفكر، يعني تروح تاخد حاجه تحطها زي ما هي. انا بالنسبه لي ده يفرق عني ايه عن اي حد تاني، انه ما انا ممكن اشتري القطعه من محل واحطها، هي دي اللي هتخلي واحد ناجح، واحد هيثبت مكانه، ان انت بتستسلم ان انت تحط القطعه زي ما هي، ما حطيتش التاتش بتاعك. لازم تبقى عشان لما تخشي فرح بعد كده او تخشي مكان المصمم ده هو ده الشغل بتاعه. في عروسه او عريس بيفرضوا رايهم عليكم؟ طبعا طبعا. ده انتوا يا عيني بصوا يا جماعه مقهوري. طبعا. لا وبعدين تقولي لهم ان الشغل ده مش هيطلع، يعني انا هنفذه لك، بس انا مش هطلع فيه الحاجه اللي انا حباها، او ده في الفاينل مش هيبقى حلو. وبعد ما تستلم تقولي والله كان عندك حق، بس هو بس فات الاوان بقى خلاص. يعني بس احنا بيبقى لينا نظره تانية، احنا عارفين ان مثلا الشغل ده القاعه مش هينفع عليها ورد غير ان هو يبقى مثلا ابيض، لا عايزه تدخل لون. هو ايه الموضه بقى اللي طالعه دلوقتي؟ يعني يبقى ورد ابيض بس والابيض احمر، الجريني قوي، الاخضرات مع ايه ده بجد؟ الاخضرات راجعه تاني انها تتحط تاني كسنتر بيس وينزل منها ورد ابيض. الاخضر ده جديد. ان انت تخشي ممكن حيطه كامله خضراء وتكتبي كلام فيها او تطعميها بالابيض او بالجولد، ده طالع ترندي قوي. طيب يا جماعه عايز اقول لكم حاجه قبل ما نبدا الفقره، كنت بقول لإيمان وعائشة ان ايمان المخ وعائشة العضلات، يعني انا حسيت يعني بس طبعا هما الاثنين بيكملوا بعض وبجد ربنا يخليكم لبعض. انا ما اقدرش اشتغل من غيرها ولا طيب يا جماعه، هي حلقه النهارده ايه؟ كلنا نجيب كوبايه ليمون، عايزين هنا كوبايه ليمون كتير. مواقف طريفه بقى ما بينكم يعني؟ او ممكن الكرو يقول لك احنا ما بنبطلش خناق. احنا بيفتكرونا بنتخانق بجد، بس احنا لينا سيستم في الكلام اللي هو عائشه ده مش مقبول، مش عارفه ايه ايه ايه، هي فهمت انا عايزه اقول ايه، فاللي قدامنا فاكر ان احنا بنتخانق واحنا اصلا بنهزر. بس احنا بنكمل بعض بطريقه اللي هو ممكن انا ما اتكسفش اقول لها عائشه ده يتشال، ممكن اللي قدامي يفتكر ايه ده انت قلت لها كده، بس احنا هي عرفت فهمت انا قصدي ايه. وبيبقى قدام الكلاينت او وبيبقى العميل، وبيبقى قدام كل حد كده كل الناس. لا بنقعد نغمز لبعض ساعات وساعات بجد، في ناس بيبقوا فاكرين ان احنا بجد بنتخانق واحنا مش بنتخانق، ولا فاكرين متوترين. احنا مش متوترين، احنا دي الطريقه اللي احنا بنكمل بعض بيها.
طيب لو في احنا يعني خلاص داخلين على الربيع وبعدها الصيف والافراح بقى بتكتر في فصل الصيف، العروسه علشان تختار الديكوريشن بتاع فرحها لازم تختار وقت قبلها بقد ايه؟ عائشه او ايمان؟ على الاقل شهرين. اقل حاجه شهرين. شهرين؟ طب يعني لان علشان بصي لا مش هقول لك عشان حاجه، علشان انت تعملي لها اللي هي عايزاه بالظبط وتطلعي يعني تطلعي فعلا مجهودك وافكارك كلها بتحتاجي شهرين او يعني يعني شهرين ده بالكتير. بتروحي بقى تشوفي القاعه مثلا؟ طبعا لان ما بيبقاش الموضوع بس الديكوريشن، بيبقى في عندك حاجات تانية بتتفقي عليها. احنا مش بيبقى بس الفلاورز الكلام ده، الفرح بيبقى ليه سيستم تاني حتى لو ايفنت عادي. مين الاسهل، الاوت دورز ولا الان دورز؟ انا بالنسبه لي بحب يعني لو حاجه اوبن اير ولا حاجه جوه القاعه. بصي انا ممكن اوت دور اشتغل فيه شغل حلو قوي، بس مثلا لو محتاج حاجه في السيلينج فببقى قاعده هموت، فابدا ان انا اركب له حاجه للسيلينج. بصي على حسب الايفنت ايه. صعب اصعب الاوت دور اصعب بكتير عشان ما بيبقاش عندك امكانيات. دايما الاوتيل بيبقى عامل لك مكان تعلقي فيه، مكان تحطي فيه ده تعلق. لكن طيب نسال سؤال محرج شويه. اوكي. اعلى ديكوريشن كان كام؟ احنا لينا احنا ولا في يعني اعلى حاجه في الديكوريشن كان يعني انا كعروسه اعتبر يعني تعالوا نتخيل انا عروسه دلوقتي وجايه لكم ويعني عايزه بقول لكم انا مثلا معايا مش عايزه اقول لكم معايا كام عشان دايما الناس عندها فكره ان لو قلت لك انا معايا 2 جنيه هتقولي لي ايه بالظبط هما ب 2 جنيه على فكره انت انت على ب3 وفاصل تبقى ب2.5. فالبادجت تبقى في حدود قد ايه؟ هقول لك على حاجه، انا ممكن اعمل لك فرح بمليون جنيه وممكن اعمل لك فرح ب 50 و60 و40 و30، بس على حسب يعني. ديكوريشن بس ب 40 و50؟ الله. لا هي ده المينيمم، احنا بنتكلم ده المينيمم طبعا، بس ممكن اعمل اقل، بس ما تبقيش اكسبكت لانه كل حاجه غليت. فانت مثلا ما تطلبيش، في عروسه بتطلب تطلب 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 وهي مش قادره تحط كنترول الحاجات دي بفلوس. انا عايز اعمل لك كل حاجه وانا ما احبش انظر غير وانا عامله كل حاجه، بس بالزبط. هو انا برضو بجيب من ناس والناس دي بتاخد فلوس والناس دي بتجيب من ناس ثانيه، فهي كلها سيركل واحده. طب ما تعملوا لنا حاجه كده للعرايس وفرسان عسل ابيض، اعملوا باكج مثلا، ايه رايكم؟ اوكي طبعا. دبستكم على الهوا؟ لا لا مفيش. طب بجد؟ لا فعلا والله. طب يا جماعه يا بنات يا بنات كلمونا كلمونا علشان دلوقتي عائشه وايمان عاملين باكج صغيره جدا لاول حد يكلمنا او ابعتوا لنا كمان على صفحه البرنامج برنامج عسل ابيض، وعائشه وايمان هيعملوا لكم حاجات حلوه كتير. وانتوا اهو. ايوه صح. طب الناس بقى توصل لكم ازاي عائشه؟ عند يعني عندنا بيج على الفيسبوك. إيه اسمها ايه؟ اي ان اي ايفنت بلانر. وعندنا وانستغرام وانستغرام عندنا وكذا حاجه عندنا فيها سوشيال ميديا عامه، يعني هو ده عامه يعني المكان اللي هيقدروا يكونتاكت معايا. اوكي. يعني بيخشوا يبعتوا مسج ان بوكس او حاجه واحنا بنرد عليهم. انتوا نورتونا وشرفتونا وثانك يو بجد على الديكور الجميل جدا. احنا انبسطنا قوي النهارده. انا كمان كنت مبسوطه بيكم وربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يخليكي عائشه وايمان. شكرا جزيلا ليكي. لسه طبعا مكملين مع حضراتكم فقراتنا في عسل ابيض، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل بقى نتعرف على قصه الحب اللي اخترناها ان هي تكون بطله حلقتنا النهارده في الفالنتاين. استنونا.